السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفوا الطريقة كيفاش نربط لاشين ديالي يوتيوب مع جوجل ادسنس. جوجل ادسنس معروف هو كيعطينا اشارات كيتافيشاو مع الفيديو ديالنا اللي حطينا في اليوتيوب وكنربحوا عليه. والربح كيختلف بالنسبة للدول العربية، ربح منخفض، وبالنسبة للدول الأوروبية وهذه سيرتو كندا والولايات المتحدة الأمريكية عندهم ربح كبير. دابا غادي ندوزو نشوفو الطريقة ديالنا. أولا كنتكونيكت لاشين ديالي يوتيوب وكنمشي لماشين، من بعد كنمشي لجيستيونير دو فيديو، ابري كنمشي لاشين، كنمشي ناكتيفي مونيتيزاسيون، كندير اكتيفي مون كونت، من بعد كنكوشي هاد تروز اوبسيون وكندير جاكسبت. ابري كنكليكي على هذا الميساج هذا اللي بالزرق، افيشي لي بارامتر دو مونيتيزاسيون. من بعد كنكليكي على هذا لوبسيون هادي هاد السهم باش يتافيش لنا واحد الميساج، هو هذا اسوسي ان كونت ادسنس. من بعد كندير سويفون، هنايا كيتافيش لنا الجيميل باش مكونيكتيين الا بغيت، وهو باش غادي تكري لنا هاد لاتسنس هذا كنخليه، ما بغيتش كنكري ان كونت جديد. من بعد كندير وي، هنا كنختار لا لونغ وكندير اكسبتي لاسوسياسيون. من بعد كيطلع لنا هاد الميساج هذا كيقولنا بان الكونت ديالكم بان راه تاكتيفا وتربط مع جوجل ادسنس، وبان ديك الاشارات غادي يبقاو يبانو في لاشين ديالنا. وفوتر كونت اي اكتيفي فو بوفي اكتيفي و ديزاكتيفي. من بعد هذه هي الطريقه كيفاش ناكتيفيو باش يتضافوا لنا الاشارات. هذا اللي علمن انونس فيديو كيتافيش لنا في البداية، يلا كي يكليكي المشاهد على الفيديو كيطلع ليه إشارة مع الأول. هذا لوسطاني كيطلع الإشارة في الجنب، ومن بعد هاد الثالث هذا كيطلع لينا الإشارة وسط الفيديو. الفيديو وسط الفيديو يعني كان المشاهد كيشوف الفيديو واحد دقيقة جوج دقائق على حسب المدة ديال الفيديو كيتافيش عليه داك الإعلان. هنايا إلا درتي أكتيفي وطلع الدولار بالزرق يعني أنه القضية راه تمت بنجاح. يعني أما إلا طلع هاد الدولار هذا بالصفر يعني راه كاين شي حاجة، سوا لي دروا دوتور سوا شي حاجة راه أنورمال تمايا. شكرا لكم على المتابعة وإلى حلقة جديدة إن شاء الله، وما تنساوش دعمونا تابونا ولايك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.